السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبائي الكرام، مرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلا. وهذا مجلس جديد من مجالس دبلومة القراءات العشر، الصورة الشاطبية والدرة، تحفيظا وشرحا موجزا. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند باب مذهب إمامنا الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. قال الإمام رحمة الله عليه: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفي هاء تأنيث الوقوف وفي هاء تأنيث الوقوف وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها 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 تأنيث وفيها تأنيث وفيها تأنيث وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها وفيها تأنيث الوقوف وقبلها وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدل. نعم، الله يفتح عليك. آمين. نكتب إن شاء الله. فيها تأنيث الوقوف وقبلها غير عشر ليعدل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها وفيها تأنيث الوقوف وقبل ممال تفضل. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدل. تمام، الله يفتح عليك. ثم قال: ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهر بعد الياء يسكن ميلا وأكهر بعد الياء يسكن ميلا.
يجمعها حق ضغاط عص خضأ، ويجمعها 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 حق ضغاط عص خضأ. أكع بعد الياء يسكن مي، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكع بعد الياء يسكن ميلا. تفضل. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط ويجمعها حق ضغاط عص ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمع حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمع حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ ويجمعها حق ويجمعها حق ضغاط عص خضأ ويجمعها حق ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. الله يفتح عليك، اكتبها إن شاء الله. ويجمعها حق ضغاط عص خضأ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. تمام، ممتاز. طبعا بسبب ضيق الوقت مش هنقدر ان احنا نربط يعني فيما بعد ان شاء الله، يبقى اجتهد ان شاء الله مشكورا في تربيطها. او الكسر والاسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم ارجلا. او الكسر والاسكان ليس بحاجز، 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 أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والكسر وبعد الفتح والضم أرجلا.
أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح بعد الفتح بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو رجلا. تفضل. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. نعم، الله يفتح عليك، مكتوبة إن شاء الله. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. تمام، الله يفتح عليك. ثم قال: لا عبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. لا عبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل أو ميل. العبرة اللي هقولها إيه؟ الرجل ميل، يعني تكون أقرب ولكن برضو ميلة صح. العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل. العبرة مئة وجهة، العبرة مئة وجهة، العبرة مئة وجهة، العبرة مئة وجهة، العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل. إبراهيم مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم، 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 العبرة مئة، العبرة مئة، العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم، العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة مئة، 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 العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة، العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. عبرة مئة وجهة وليك وبعضهم. وعليكم السلام ورحمة الله، لباس بخير. عبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. العبرة مئة وجهة وليك وبعضهم
سوى ألف عند الكسائي ميل العبرة مئة وجهه وليك هو بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل العبرة مئة وجهه وليك هو بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل العبرة مئة وجهه وليك هو بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل العبرة مئة وجهه وليك هو بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل العبرة مئة وجهه وليك هو بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل العبرة مئة وجهه وليك هو بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل تفضل لعبرة مئة وجهه وليك وبعضهم سوى صح وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبرة مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبرة مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبرة مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبرة مئة وجهه وليك وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا لعبره مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. الله يفتح عليك. آمين. اكتب. آمين. تفضل. ولا عبرة مئة وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. تمام الله يفتح عليك بارك الله. طيب ندخل على الباب التالي وهو باب الراءات، إن شاء الله سنقتطف منه يعني أربعة أبيات ممكن، بحيث برضو إيه يعني اختلاف الأبواب ما يبقاش فيه صعوبة، نجتهد ممكن أربعة خمسة على حسب. باب الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. يبدو فصل النت عليك مع زغطة الشيخ. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر نعم موصلة. عفوا مع زغطة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. تفضل. بسم
باب الراءات ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا مسكنة ياء مسكنة ياء أو الكسر موصلا مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة وسط ياء مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. الله يفتح عليك، اكتبها إن شاء الله. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. تمام، ما شاء الله، بارك الله فيك. ثم قال: ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة 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 سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. تفضل. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل ولم ير فصلا ساكنا بعد ساكن ولم بعد ير كسرة فصلا بعد ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل
ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف في الاستعلاء سوى الحاء سوى الخاء فكمله. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. 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 ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى حرف الاستعلاء سوى حرف الاستعلاء سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. نعم، الله يفتح عليك. مكتبها إن شاء الله. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. تمام، الله يفتح عليك. ثم قال: وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكررها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم، 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 وتكررها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. فخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريها حتى يرى متعدلة. تفضل. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. نعم، الله يفتح عليك. نكتب. الله، نعم. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. تمام، بارك الله فيك. ثم قال: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه
لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل تفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل تفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل تفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل تفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل تفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل تفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل. تفضل. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. تمام، ممتاز، اكتبها مشكورا. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. الله يفتح عليك. طيب، احنا كده خدنا من هذا الباب ما شاء الله 4، هنزيد كمان 2. وفي شرر، ممكن تقرأها كده كما قرأها ورش، او في شرر كما قرأها حفص. لا انت مخير، اختار ما شئت. وفي شرر عنه يرقق كلهم، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي شرر عنه يرقق، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم، وفي شرر عنه يرقق كلهم، وفي شرر عنه يرقق كلهم،
وفي شر عنه يرقق كلهم، وفي شر عنه يرقق كلهم، وفي شر عنه يرقق كلهم، وحيوان بالتفخيم بعض تقبلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انفصلت. وفي شر عنه يرقق كلهم وحيوان بالت... نعم في شر عنه يرقق كلهم وحيوان بالتفخيم بعض تقبل. شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. في شر عنه يرقق كلهم حيوان بالتفخيم بعض تقبل. تفضل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعضهم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. تمام. الله يفتح عليك. فتح الله لك وعليك. مكتوبها مشكورا. آمين يا رب. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. تمام. آخر بيت. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته. في رأي عن ورش سوى ما ذكرت. وفي رأي عن ورش سوى ما ذكرت مذاهب شدة الأداء توقلا. في رأي عن ورش سوى ما ذكرت. في رأي عن ورش سوى ما ذكرت. وفي رأي عن ورش سوى ما ذكرت. في رأي عن ورش سوى ما ذكرت. في
الرائع عن ورش سوى ما ذكرته، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل، في الرائع عن ورش سوى ما ذكرته. مذاهب شذت في الأداء توقل. تفضل. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. نعم الله يفتح عليك. نكتب إن شاء الله. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. نعم الله يفتح. طيب ندخل إن شاء الله مباشرة على الشرح، فتح الله لك وعليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمامنا الشاطبي رحمه الله في هذا الباب القصير الموجز بعد هذا الباب الطويل، باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها لإيه؟ للكسائي. باب إمالة هاء التأنيث في الوقف، باب مذهب الكسائي. طبعا تلاحظ الشرح هكذا، قال باب مذهب الكسائي. نشوف هنا أيضا نفس الحال، باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. نعم. يقول الإمام رحمة الله عليه: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. إذا الكسائي يختص بهذا المذهب، هو صاحب هذا الباب، لا يشاركه فيه أحد من الشاطبية والدرة. نعم. ألا وهو أنه يميل هاء التأنيث. وهاء التأنيث المقصود بها الهاء المتصلة بالأسماء التي تدل على المؤنثة المفردة أو المؤنث عموما، لفظيا أو لفظا، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، لأن المؤنث أربعة أنواع: في مؤنث حقيقي وهو ما يلد أو يبيض، ومؤنث مجازي ما لا يلد ولا يبيض ولكن يعامل معاملة مؤنث، ومؤنث لفظي وهو ما فيه علامة التأنيث، العلامات المشهورة تاء التأنيث
المربوطة مثل هذه، ممكن ترسم مربوطة أو مبسوطة مثل رحمة مثل نعمة. والمؤنث المعنوي، عفوا احنا قلنا هذه علامة، هناك أيضا علامة ثانية وثالثة. العلامة الثانية هي ألف التأنيث المقصورة مثل نعمة، بشرى، ذكرى. وألف التأنيث الممدودة مثل إيه، صحراء وأسماء وما أشبه ذلك. وأما التأنيث المعنوي فهو ما ليس فيه علامة من علامات التأنيث اللفظي، ولكن يعامل معاملة المؤنث اللفظي. إذا هاء التأنيث هنا هذا مؤنث، نعم، لفظا قد يكون المقصود به مذكر مثل طلحة، فهو مؤنث لفظا، قد يكون يدل على مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي. طيب، وفي هاء التأنيث الوقوف وقبلها، يعني نميل هاء التأنيث ونميل ما قبلها لمين؟ للكسائي في كل كلمات نعم، إلا في عشرة أحرف، عشرة أحرف تسبق هذه الهاء، غير عشر ليعدلها. إذن يميل الكسائي إلا في إيه؟ إلا ما قبل عشرة أحرف. ما هي الأحرف؟ قال: ويجمعها حق ضغاط عص خضأ، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. يجمع هذه الحروف حق ضغاط عص خضأ، مثل النطيحة تصبح إيه؟ النطيحة هكذا بالفتح، لا أقول النطيحة. سنرى أنه مذهب آخر، ولكن المذهب المعتمد هو إيه؟ أنك تميل قبل، تميل هاء التأنيث وما قبلها إذا كان أي حرف قبلها من كل الحروف الهجاء سوى هذه العشرة، يعني رحمه، نعمه، كلمه. أما ما كان في نحو نطيحه وألحاقه، لا، هنا نفتح النطيحة، قبضة، بالغة، حياة، الحروف العشرة دي حق الحاء والقاف، ضغاط الضاد والغين والألف والطاء، عص العين والصاد، خضاء الخاء والإيه والظاء، الخاء مثل الصاخة والظاء مثل موعظة، تمتنع الإمالة. انتبه حضرتك. أيضا الإمام ابن جزر جمعها بصورة أخرى، اللي هي هذه الحروف جمعها بصورة أخرى أيضا تؤدي لنفس الإيه، لنفس المعنى. أخبرك، آتيك بها الآن إن شاء الله من طيبة النشر تتمة لإيه، لهذا الكلام. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: وهاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي. هي نفسها حروف الاستعلاء اللي هي إيه، خص ضغط انقض وحاع، نعم. خص، لاحظ معي، حروف الاستعلاء هي ايه؟ خص ضغط ضغط كده قز، كده ضيف عليها حاء عين، الحاء والالف والعين، هيعطيك حق ضغاط وعص خطأ. شفت بقى كل واحد يتفنن في جمعها. نعم طيب، مولانا، الألف مكرر الآن. في ضغاط وعص خطأ مكرره، بس مش مشكله، احذف واحده خلاص، احذف لكن واحده، مش عارف. هي هي. مش 10 ايه. ليه؟ ما هو ايه، قال ايه، اتنين، ادي تلاتة، ادي خمسة، عشرة 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 خمسة واتنين سبعة، واتنين عشرة تسعة، 10، لان الالف عشرة عشرة مكررة، هم 11 اصلا لو خصمت عشرة الالف هتبقى، لانك الالف مكررة، نعم، صحيح. 10. حق ضغاط وعص خطأ، لان حروف الاستعلاء خص ادي اتنين، ضغط ادي خمسة، قز ادي ايه، ادي تمانية، عفوا قز سبعة، سبعة. يبقى اتنين وخمسة نعم. سبعة، انت استاذ حساب ما شاء الله عليك. نعم، سبعة سبعة. وبعدين ايه، حاعن، حاعن يبقى 10. لا نعم. بعد استعلى وحاعن لعلي. طيب ايه تاني؟ قال لك: او الكسر والاسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم ارجل. هنا بيقول لك او الكسر، يعني ايه اذا سبقت بكسر بعد هذه الحروف العشرة؟ بيقول لك ايه، عفوا مولانا ما من كملهاش، فضلك. لا ما كملهاش، واكهر. ويجمعه حق نعم نعم ضغاط وعص خضأ واكهر، يبقى حقوق حق ضغاط وعص خضأ هي دي العشرة، وهنضيف عليها كمان اكهر، بس اكهر مشروطة، اكهر ليست ايه عموما،
أكهر ليست عموما، إنما حروف أكهر بعد الياء الساكنة أو المسبوقة بإيه؟ بكسرة متصلة أو منفصلة بساكن. لاحظ معي، نعم حروف أكهر هي همزة والكاف والهاء والراء. يعني إذا وقع أحد هذه الحروف الأربعة قبل هاء التأنيث ساغت الإمالة في ذلك على صفة وامتنعت على صفة، فتصح الإمالة إذا كانت قبل هذه الحروف ياء ساكنة أو كسرة، سواء حال بين الكسرة وبينها ساكن أو لم يحل. وهذا معنى قوله بعد الياء يسكن الميلة أو الكسرة، نحو خطيئة خاطئة. طيب هنا هل أكهر بتمنع ولا تجيز؟ يعني هل أكهر بتمتنع الإمالة ولا تجيز؟ هو وقال ميلة ميلة. الميلة نعم يبقى إذا أكهر إمالة. طيب إذا أكهر ولم يتحقق فيها الشرط لا تمل. يبقى إذا هنا أصبح عندنا ثلاثة أشياء: حروف فيها الإمالة مطلقا، نعم حروف لما أشوف هاء التأنيث أميل مطلقا، وهي كل الحروف إلا عشر حق انضغاط وعاص خضأ وأكهر. نعم رقم اتنين، الحالة الثانية حق انضغاط وعاص خضأ أفتح فقط. يبقى إذا حروف أميل فقط، كل الحروف إلا حق انضغاط وعاص خضأ وأكهر. حروف أفتح فقط اللي هي إيه؟ اللي هي حق انضغاط وعاص خضأ. حروف أميل إذا تحقق فيها الشرط اللي هي أكهر، إذا كانت مسبوقة بياء إيه؟ بياء ساكنة. ساكنة أو بس ما تجيبيش الكسرة هنا لسه جزاك الله خير، لأن الريحة مالت لي، عملت اليوم بالزاف صح؟ نعم عفوا، لأن عندي هنا رائحة الكلور الليخية بيسموها أغلقت لي نفسي. المهم المقصود الحالة الثالثة قلنا أكهر، أكهر نعم إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة ساكنة سكونا مديا أو لينا، وستأتي معنا الأمثلة الآن إن شاء الله، أو أكهر إذا سبقت بإيه؟ بكسرة بكسر متصلة أو منفصلة بساكن، بعمل إيه؟ أميل. طيب أكهر سبقت بغير ذلك، يعني بواو مثلا أو ياء متحركة أو غير ذلك لم يتحقق فيها هذا الشرط، بعمل إيه؟ أفتح. واضح؟ يبقى إذا أكهر مقيد. نعم طيب لاحظ معي، أتى بالأمثلة: خطيئة، أدي أكهر، أدي الهمزة إيه؟ أدي الهمزة مسبوقة بياء إيه؟ مادية. خاطئة، خاطئة، أدي الهمزة مسبوقة بكسرة. الأيكة، أي، أدي الأكهر مسبوقة الكاف ومسبوقة بإيه؟ بياء ساكنة سكون لين. نعم الملائكة مسبوقة بكسرة. الهاء آلهة، أدي الهاء بتاعت أكهر مسبوقة بكسرة. نعم لكبيره، لكبيره، ولاحظ إن نعم لما أميل برقق الراء نعم بخلاف ورش لكبيرة. يبقى إذا في فرق لما أقول إيه؟ لكبيرة وإنها لكبيرة ورش. الكسائي لكبيره، بيرقق ويميل كمان، يميل الراء والهاء لكبيره ره. لاحظت؟ تبصيرة هيقولها ايه؟ تبصيره، ادي الراء بتاعت اكهر ومسبوقة بكسرة. نعم ورش تبصيرة، تبصيرة بيفتح، ما بي ايه؟ ما بيميلش. انما الكسائي يرقق ويميل تبصيره، لان يستحيل انت تميل مع الفتحة، لان امس قلنا ايه اخر حاجة قلناها؟ التنوين. قال ايش؟ وقد فخموا التنوين وقفا وقفا ورققوا ورققوا. فالتفخيم يقصد به الفتح، والترقيق نعم والترقيق يقصد به الإمالة، لأن الترقيق قرين نعم الإمالة. تبصرة، تبصرة، تبصرة. ولا مثال للهاء بعد الياء في القرآن. هو ماشي على ترتيب، فاضل يبحث عن مثال للهاء بعد الياء، ما وجدش. أدي إيه؟ أدي أكهر، أدي أكهر، تمام. هو كان عايز مثال للهاء بعد الياء، يعني يجيب ليه، يعني هو جاب آلهة،
عايز حاجة كده ايه مثل الايكه، يكون بعد الياء يكون فيها، بعد الياء يكون فيها، بس ما وجدش الياء الساكنة او لينة وبعدها هاء ما وجدش. طيب ممكن لو حد بحث يجد، الله اعلم. هنا طبعا حق ضغاط عص خطأ، هو اشار قال لك ان ضغطة القبر، عص يعني العاصي، خطأ يعني ثمن. سلام. نعم. والمعنى الإجمالي أنه قد حقت ضغطة القبر على العاصي السمين والأكهر الشديد العبوس، نسأل الله السلامة والعافية. والإسكان ليس بحاجز، الإسكان لا يمنع من الإيه؟ من الإمالة، فقلنا كسرة متصلة أو إيه؟ أو منفصلة بساكن، متصلة مثل إيش؟ منفصل. الملائكة. تمام؟ منفصلة كسرة منفصلة بساكن مثل إيش؟ التاء. عفوا ايش معانا، جيب لنا مثال كسرة منفصلة بساكن. نقول له خاطئ يعني بين الهاء وبين اكهر في ايه، في كسرة. كسرة وهذه الكسرة بين ال عفوا بين ال يعني اولا ترتيب كده، تأتي كسرة وبعد الكسرة ساكن، وبعد الساكن حرف من حروف اكهر، وبعدين الهاء. كبيرة. لكبيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكبيرة لسه احنا بنشوفها، لكبيرة خلاص، لكبيرة اهي، لكبي ادي الباء هي مكسورة، بس هنا دي تحقق فيها الياء، عايزين برضو ايه السكون، خطيئة نريد السكون ما خطيئة يكونش ياء. خطيء ما هي دي برضه فيها خطيئة. الياء، ما هي دي فيها ياء. مش عايزين فيها ياء، سكون سكون. عايزين السكون، ما لان الياء شرط اصلا، الياء موجوده معنا، هي شرط، هي متحقق فيها شرط. معنى على كل حال واحنا ماشيين ممكن تاتي معنا. طيب ثم ذكر الصفه التي تمنع الاماله معها في حروف اكهر، فقال ويضعف بعد الفتح والضم ارجله، يعني اكهر ضعفت حروفه عن تحمل الإمالة إذا انفتح ما قبلها، كما اتفقنا إذا اختل الشرط هتعمل إيه؟ في أكهر هتفتح أو انضم أو كان ألفا، مثل امرأة لا تقل امرأة إيه؟ امرأة، التهلكة، سفاهة، مطهرة. أرجل جمع أرجل، يقال لكل مذهب ضعيف هذا لا يتمشى ونحوه، لأن الرجل هي آلة المشي. الحكم في الـ14 حرفا المتقدمة وذكر، والحكم في الـ15 الباقية الإمالة بلا خلاف، ويجمعها قولك فجثت زينب لدود شمس. الحروف البقية تجمعها في ايه اللي هي بقى فيها الإمالة وجها واحدا، فجثت زينب لذود شمس، واضح. مثل ايه كافه، هما دول بقى اللي هما مفهومش كلام يعني فيهم الإمالة وجها واحدا، درجه، بغته، مبثوثه، بارزه، خافيه، جنه، حبه، كامله، الموقوذه، قوه، هامده، بفاحشه، نعمه، المقدسه. ولعل يعني أحبابنا وأقاربنا في الشام يفعلون هذا، معروف هذا عندهم، موجودة في بعض الكلمات. نعم. طيب ذكر الأمثلة فقال إيه؟ لعبره، أهي بقى بتاعت إيه؟ اللي إحنا بنقول الفصل بالساكن، الفصل بالساكن كنا بنقول كسرة وبعدها إيه حرف من وبعدها ساكن وبعدها ايه حرف من حروف اكهر، خلاص يبقى تقول تقول ايه لعبره، نعم دي تحقق فيها الشرط. مئه، وجهه، اهي وجهه برضه في، وليكه، وليكه، وبعضهم سوى الف عند الكسائي ميلا، يعني بعض المشايخ بيعمل ايه، قال لك امل كل الحروف، ده مذهب ثاني بقى، أمل كل الحروف مطلقا 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 إلا إذا كانت مسبوقة، إلا إذا كان هذا الحرف الذي قبل الهاء ألفا مادية أو لينة يعني. فكل اللي فات لك فيه إن أنت إيه تفتح وتميل، تفتح عفوا، كل اللي فات لك أن إيه أن تميل على المذهب الثاني، كل ما مضى كل الحروف، كل الحروف كلها لك فيها إيه نعم الإمالة، أي حرف يأتي قبل هاء التأنيث تميل خلاص، إلا الألف المادية في نحو الصلاة، النجاة،
مناه، فهذه لا تمال أبدا، فيها الفتح فقط وجماعة. الخلاصة لنا مذهبان للكسائي، مذهبان. المذهب الأول هو مذهب التفصيل وعليه العمل وهو المقدم، وقال ابن جزر أيضا والمختار ما تقدم، وهو أن فجثت زينب لذود شمس، إذا جاءت قبل هاء التأنيث تعمل إيه؟ تميل وجها واحدا. رقم اثنين، أكهر عفوا حق ضغاط عص خضع تفتح وجها واحدا، تمام كده معايا؟ رقم ثلاثة، أكهر تفصيل، إذا سبقت إذا هاء التأنيث سبقت بحرف من حروف أكهر، وسبقت هذه الحروف اللي بتاعت أكهر سبقت بسكون ياء ساكنة عفوا أو لينة، ساكنة سكونا مديا أو لينا، أو سبقت بكسرة متصلة أو منفصلة بساكن، فنعمل إيه؟ نميل. أما إذا سبقت بغير ذلك اختل الشرط، بنعمل إيه؟ بنفتح. نفتح. خلاص، ثلاثة أشياء. رقم واحد، فجثت زينب لذود شمس إمالة. رقم اثنين، حق ضغاط عص خضع أو تستطيع أن تجمعها كما قال ابن الجزري، لا حرف الاستعلاء وحاع، حروف الاستعلاء وحاع، بتفتح وجها واحدا. رقم ثلاثة، أكهر فيها تفصيل، إذا أكهر سبقت بكسرة متصلة أو منفصلة بساكن، أو سبقت أكهر بإيه؟ بياء ساكنة سكونا ماديا أو لينا، تميل، وإذا اختل الشرط تفتح. هذا هو المذهب المختار. والمذهب الثاني هو إيه؟ أنك تميل مطلقا إلا إذا سبقت هاء التأنيث بألف مادية. أدي ملخص. سهل الباب ولا صعب؟ سهل مولانا. طيب سهلة هذه. الحمد لله. في دقيقة أو دقيقتين عشان ما لا يتراكم علينا الموضوع. باب مذاهبهم في الرأي. ورش مولانا اتفضل. سؤالي فقط. اتفضل. سؤال اتفضل. هنا الهاء، الهاء هنا ساكنة، عندما نقف عليها نقف عليها بالسكون. نعم. كيف نميلها وهي ساكنة؟ هي ممالة. كيف ساكنة؟ ما هي السكون عادي، ما انت ممكن تسكن وترقق او تفخم او تميل او تفتح، لان انت تقول ايه؟ المقدسه، المقدسه سه. انت بتتكلم ان اصل الهاء يعني هنا، الملاحظ هنا ان الحرف، ايوه انا فهمت قصدك، يعني هنا دي مسألة اصطلاحية، هل نحن نميل الهاء ام نميل الحرف الذي قبل الهاء؟ هم تكلموا وقالوا ان السبب في الإمالة هو الهاء، خلاص. نعم. فلولا الهاء ما عملنا، فهمتني؟ فالهاء تتأثر. نعم. هل التأثر يكون لدرجة يعني ما تقول ايه بارزه زه بخلاف تقول بارزه؟ برضو الهاء فيها تأثر، يعني انت لو قرنت تقول بارزه اه بارزه ايه، لاحظت ممالة ايه؟ صح ولا لا؟ فهمت؟ لاحظتيها يا استاذه ضحى؟ نعم نعم تمام. استاذه ضحى من الشام وعارفه، عندكم مش بتبينوا نعم بعض نعم. الكلمات؟ نعم. في لبنان اكتر، في لبنان وفي سوريا اكتر، في العراق، لبنان اكتر، في العراق والشام. العراق يعني، بس الشام اكتر كتير، وحتى في الاماله. يعني انا بتكلم على هاي نقول التأنيث. احنا نذهب الى المدرسه. ايوه نعم. شفتها، هي قالت هي المدرسه، هي ميلتها. واضح؟ يبقى بارك الله. الأستاذة ضحى شاهد على هذا الموضوع تأكيد. نعم نعم بارك الله فيك. نعم. طيب باختصار شديد، بالنسبة لاحظت يا شيخ محجوب تقول ايه مدرسه، خلاف تقول مدرسه اه لا لا ايه، فهمت، لاحظت اه نعم ايه اهي باينة. نعم بس نعم. هما تكلموا الذي نعم. تكلموا فيه، هل نميل الهاء وما قبلها ام نميل الهاء فقط اصطلاحا؟ والحقيقة أنك تميل الاثنين، هذا اختلاف اصطلاحي. اختلفوا أيضا في مسألة الإمالة، باب الإمالة، هل نميل الألف أم نميل الألف وما قبلها؟ وأيضا هذا اختلاف اصطلاحي. وفي الواقع الحقيقة أنك تميل الاثنين معا. هذا وخلصت الكلام. مذاهبهم فرقات. ورش طبعا كما لا يخفى على شريف علمكم يرقق الراء المفتوحة والمضمومة إذا سبقت بإيه؟ بكسرة متصلة أو منفصلة بساكن، إلا إذا كان الساكن صادا أو طاء أو قاف. ويرقق الراء أيضا مفتوحة والمضمومة إذا سبقت بإيه؟ بياء ساكنة سكونا ماديا أو لينا. يعني شبيه، خد بالك، يعني في ترتيب عجيب. الإمام الشاطبي لما احنا قلنا أكهر إذا سبقت بإيه؟ بياء ساكنة سكونا ماديا أو لينا،
أو سبقت بإيه؟ بكسرة متصلة أو منفصلة بساكن، نفس الكلام. أو بس منفصل. ورش هيعمل إيه بقى؟ هيرقق، وملوش علاقة بالهاء بقى التأنيث، ده موضوع تاني، ملوش علاقة بتاع التأنيث. فإذا الراء المفتوح، بس في بالراحة. تشابه في الكلام، الراء المفتوحة أو المضمومة إذا سبقت بياء ساكنة سكونا مادياً أو لينا، مثل إيه؟ بصير بصيرا، خير خيرا. خلاص بالمثال يتضح المقال ويزول الإشكال. طيب أيضا إذا سبقت الراء المفتوحة أو المضمومة بإيه؟ بكسرة متصلة، قادر نعم. قادرا، كسرة متصلة أو منفصلة بساكن، إخراج مثلا، إلا أن يكون الساكن الفاصل بين الراء المضمومة أو المفتوحة والكسرة، إلا أن يكون الساكن صادا أو طاء أو قافا. واحد يقول لي والله أنا معاك تمام، أنت قلت لي هو رقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء، مسكنة ياء، هو ضبطها هنا مسكنة ياء أو صدق الكسر موصلة متصل ولم يرى فصلا، برضه حتى لو في فصل كأن الفصل غير موجود بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كمان. انت قلت لي صاد وطاء وقاف، لخبطتني، ده هو ما جابش سيرة لا الصاد ولا الطاء ولا القاف، انت جبتها منين؟ اقول له الامام الشاطبي رحمه الله اجتهد ووفقه الله لذلك، ان هو قال لك الراء المفتوحة والمضمومة اذا سبقت بكسرة متصلة او منفصلة بساكن، الا ان يكون الساكن، لكن نشوف بقى الساكن اللي يمنع من الترقيق، اين الساكن الذي يمنع من الترقيق؟ حروف الاستعلاء تمنع، ثم استثنى من حروف الاستعلاء الخاء، فعمل حاجة قد تلخبط بعض طلاب العلم، اللي هي ايه؟ استثناء من الاستثناء. والاستثناء من الاستثناء هو الانسان الذكي الحصيف يستطيع ان يفهمها، لانها موجودة في القرآن نعم في اكثر من موضع، الله سبحانه نعم وتعالى استثنى من استثناء. نعم سأذكر لكم واحدا واترك لكم الثاني. الاستثناء الذي يذكره فين؟ عمره في قول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط في سورة الحجر. الحجر، الله نعم يفتح عليك. الآية ماذا قال الله سبحانه؟ فاكر الآية؟ فلما قالت جاء آل لوط قالوا المرسلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، يبقى دي إلا إلا اتنين إلا، نعم أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، نعم قال لوط ليسوا مجرمين إلا امرأته هي امرأة مجرمة، لاحظت؟ فإذا استثناء من استثناء، نعم فإذا إحنا هنستثني من كل الحروف، هنستثني حروف الاستعلاء. طب نعمل إيه عند حروف الاستعلاء؟ نفخم. ونستثني من حروف الاستعلاء الخاء، هنعمل إيه عند الخاء؟ نرقق. طب واحد هيتلخبط نعم يقول لك طب أنا مش إزاي أفهمها؟ هنقول له تعالى خد بس احفظ اللي هم بتوع الترقيق كل الحروف واستثني منهم ايه، استثني منهم، شوف بقى حروف السهل ايه، خص صدق تنقذ، استثني منهم الايش، استثني منهم ما يحدث عنده التفخيم. ايه اللي بيحصل عنده التفخيم؟ احذف الخاء، هيتفضل ايه؟ ضغط انقذ والصاد. طيب تعالى نرجع للقرآن، هنعمل تفخيم عند هذه الحروف. هل القرآن فيه كل هذه الحروف ساكنة وتفصل بين الراء المفتوحة أو المضمومة وبين الكسر؟ قال لك لا، هي موجودة فقط في ثلاثة أحرف. مين اللي عمل هذا الكلام؟ الإمام ابن الجزري، لأنه بحث في القرآن ودقق حتى يأتي بالجديد، هو لا يكرر ما قاله الإمام الشاطبي، هو متبع في كل الأحوال، وكل ذات اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي، ولكن حوت لما فيه من التيسير وضعف ضعفه مع التحرير، فهو زاد على ما في الشاطبية رغم تباعد السنوات، ورغم ان الامام الشاطبي امام الجميع لا شك في ذلك، ولكن لابد الانسان ايه ان يجتهد، ولكل مجتهد نصيب والتوفيق من الله. فماذا قال الامام ابن الجزري؟ راء عن سكون ياء رقيق او كسرة من كلمة للازرق، ولم يرى الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترط. الله، يبقى اذا اختصر الموضوع نعم باقرب ما يكون، اسهل ما يكون، افضل مما اختصر به الإمام الشاطبي رحمه الله. واضح؟ يبقى إذن لما أشوف الساكن نعم يفصل بين الراء المفتوحة أو المضمومة والكسرة هرقق دائما إلا في ثلاثة أحرف، اللي هي إيه؟ الصاد والطاء والقاف. الصاد والطاء والإيه؟ والقاف. طيب تعالى كده نشوف مثل إيه؟ قصد
مصر، تفخيم، ادي الصاد. الطاء مثل ايه؟ قطرة، اتوني افرغ عليه قطرة، وهنا قال لك اهو فطرة. تمام. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا مصر الصاد والطاء والقاف. القاف مثل نعم ايش؟ وقرا، صح؟ وقرا. طيب اين وقرا في القرآن؟ من يعرف اين وقعت وقرا؟ وقرأ اللهم صل على سيدنا محمد في سورة الأنعام لا، وفي آذانهم وقرأ وقر، انما هي واحده فقط. وذاك انا اسالكموها كما سالني، كما سالانيها شيخي، واحترنا وظننا بالإسراء نبحث. بالإسراء بالإسراء ها، وقرأ قلتها لاحد؟ بالإسراء لا لا، ما فيش، هي واحده بس، لا في الاسراء ولا الانعام. قلتها لاحد الاخوه في كذا، كنا في مقرأة، وبعدين قال لي طب انا ابحث عنها. فالحاملات وقرا الله يفتح عليك. فين بقى سوره ايش؟ فالحاملات في الذاريات الذاريات، هذا الموضوع الوحيد. وقرا، تفخيم، نعم واضح. هذا هنا الشرح اهو، قال ايه؟ الا ان يكون الساكن حرف استعلاء فانه يعود اذا كذا، ولا يبقي الكسره حكم نحو اسرهم وفطره شبه ذلك، الا ان يكون ايه الساكن من حروف الاستعلاء حرف الخاء، فانه لا يعطيه حكم الاستعلاء، ويوقع قراءه مثل ايه اخراجكم، اخراج. يعني احفظ القاعده عشان ما تتلخبطش الامور، هي فقط ايه، ان هو اذا كانت الراء مفتوحه ومضمومه وسبقت بكسره وحال بينه وبين الكسر ساكن، فأنت ترقق دائما إلا إذا كان الساكن اللي يفصل هذا هو إيه؟ صاد أو طاء أو قاف. ثم قال: وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكررها حتى يرى متعدلا. ذاك سؤال يا شيخ محجوب؟ نعم، في مصر وفي قطرة، كنت قد قرأت لأحد الشارحين لمتن الجزرية فقال في مصر هناك وجهان، مصر، والوجه مصر اللي مش منونة. لا 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 لا، اللي مش منونة، المنونة مفخمة وجها واحد، مش اللي فيها، منونة. اللي فيها الخلاف، التي ليست منونة، اللي هي في يوسف ويونس والزخرف، مصر البلد. إنما اهبطوا مصرا بتاعة البقرة اتفق على تفخيمها. واضح؟ فهمت المقصود؟ لا لا، بدون تنوين، بدون اه، اللي تنوين. بدون تنوين هي اللي فيها الخلاف وقفا، مصر اللي فيها الخلاف وقفا. طب ورش لو الخلاف وقفا وقفا ايضا. وقال الامام المتولي: واختير ان يوقف مثل الاصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل، لان مصر وصلا مفتوحه، فالاولى التفخيم وقفا. فاذا وصلت ورش وحمزه، كل القراء وصلا لا لا أقصد يفخمون، كل القراء وصلا يفخمون. واضح؟ هل سمعتني يا شيخ محجوب؟ شكرا. الصوت يصل؟ لا سمعتكم معنا. طيب. وفخمها في الأعجمي يصل جيد، بارك الله. طيب الحمد لله. وفخمها في الأعجمي وفي إرم، خد بالك معايا عشان نعرف أين وقفنا، عشان الأخت تبدأ تقرأ إن شاء الله. وفخمها في الأعجمي وفي إرم. عندك الأعجمي، الأسماء الأعجمية ثلاثة فقط في القرآن: إبراهيم تفخيم، إسرائيل تفخيم، عمران تفخيم. وفي إرم، إرم ذات العماد مفخمة، ليس إرم ليست أعجمية، لأن هؤلاء العرب الأقحاح اللي هم بتوع إلى عاد أخاهم هودة، خلاص، الحضارة الإيه؟ الحضارة الآرامية. وتكررها حتى يرى متعدلة، تكرير. وفي المكررة، المكررة مثل إيش؟ مثل ضرارة، مدرارة، فرارة، كل هذا أيضا تفخيم، حتى يرى متعدلة، يعني ليتناسب مع اعتدال اللفظ ووضوحه وكذا. وتفخيمه ذكرا وسترا. وباب، هذا الباب يسمى بباب ذكرى. هذا الباب سبع كلمات، هو ستة، ولكن الشيخ المتولي أضاف السابع اللي هو حيران. نجمعها في هذه الجملة: حج حي ذكر أم صهر ست وزر. فيها إشارة تزكوية تربوية، هل الذي يحج بيت الله الحرام، اختار أن تكون من اثنين: إما أن تحج بيت الله الحرام وأنت ذاكر لله حي، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الذي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. حج حي ذكر، إنسان حي ذكر الله سبحانه وتعالى وحج بيته الحرام فقبل الله منه هذا العمل. إنسان حي حج بيت الله الحرام وتقبل الله منه هذا العمل. أم أن تختار أن تكون صهر ست وزر،
صهر ست، صهر شخص صهر مجموعة من الناس، ست من الناس، ووزر وحمل الأوزار، وبالتالي هو لم يحج بيت الله الحرام ابتغاء وجه الله، أو لم يحج على الهدي الصحيح، أو لم يذكر الله سبحانه وتعالى، أيا كان فلا يقبل منه هذا العمل. إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت غيره. فإذا هذه القصة قلناها حتى نضبط أيضا الكلمات السبع حتى لا ننساها. فنقول إيه؟ حج حجرة، حي حيران، ذكر ذكرى، أم إمرة، صهر صهرة، ست سترة، وزر وزرة. هذه الكلمات اختلف عن ورش فيها في رأيها، هل تفخم أم ترقق وصلا ووقفا؟ فقال بعضهم نفخم، وقال بعضهم نرقق، الوجهان صحيحان، ولكن فيها تحرير. قالوا التفخيم والترقيق يجوزان على القصر في البدل وعلى الإشباع في البدل، وأما على توسط البدل فلك التفخيم فقط. على توسط البدل لك إيه؟ التفخيم فقط. طبعا هذا الكلام مستفاد في ورش وخلاصة ورش، من يحب فليتواصل معي، وفي دورة ورش مسجلة سابقا، وفي دورة ورش حالية إن شاء الله تختتم اليوم بإذن الله تعالى. خلاصة ورش الأصول والفرش في 10 أيام ستنتهي اليوم بإذن الله وتوفيق. طيب، وتفخيمه لدى جلة الأصحاب، يعني الإيه؟ أصحاب ورش ورواة ورش وكذا، أعمر أرحلة، أعمر يعني من أعمر أعمر المكان، ملأه، حتى المغرب يقول عامر، هذا مكان عامر يعني ممتلئ، الله ربنا يجعله عامر. أرحلة جمع رحل، وأشار بهذا إلى اختيار التفخيم، يعني التفخيم أفضل، أعمر منزل، فهو يقدم التفخيم. وفي شرر عنه يرقق كلهم، وحيران بالتفخيم بعض تقبله. شرر كلهم، كل من روى عن ورش يرقق الراء الأولى من أجل ترقيق الثانية، المغاربة يقول ترقيق من أجل الترقيق، فرقق الأولى من أجل ترقيق الثانية، تأثرت بها، فقل نقول إيه؟ إنها ترمي بشرر، بشرر وصلا بشرر كالقصر. الثانية مرققة اتفاقا وطبعا وصلا، واما وقفا فاختلق، فتقول ايه؟ بشرر، بشا بشا بشرر، او بشا او ايه، هذا وقفا بتفخم، خلاص اتفاقا وقفا تفخم. عند مين؟ عند كل القراء سوى ورش. ورش يرقق وصلا وقفا ليه؟ لان هو بيرقق الاثنين، فاذا رقق الاولى يؤثر في الثانية، وترقيق الثانية يؤثر في الأولى، فكلاهما يؤثر في الآخر، والمحصلة واحدة أنه يرققهما معا وصلا ووقفا. إنها ترمي بشرر، وإذا وصل بشرر كالقصر. واضح؟ نعم. وحيران بالتفخيم بعض تقبله، وحيران أيضا اختلف فيها، والبعض اختار التفخيم، وإن كان التيسير اختار الترقيق، ولكن الراجح كما ذكره المحققون إن حيران تدخل تحت باب إيه؟ ذكرى وسترى وزرى إلى آخره. وإذا قرأت بتوسط البدل فإنك تفخم، وإذا قرأت بقصر أو إشباع البدل فلك الوجهان التفخيم والترقيق. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شاذت في الأداء توقلا، هناك مذاهب أخرى شاذة في مسألة ترقيق الراءات ولكن لا يعمل بها. ثم قالوا لا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملا. أي راء ساكنة لغير الوقف سكونا لازما للبناء أو عارضا للإعراب مثل نغفير مسبوقة بكسر رقق وقفا ووصلا، إن كان قبلها كسرة متصلة لازمة سواء كان في الفعل أو الاسم العربي أو العجمي، يا صاحي يعني يا صاحب، ثم رخم والملأ يعني ثم رخم، يعني هي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة يا عائش، هذا أسلوب في النداء، تقول تقلل من ايه؟ من الكلمة، بدأ يا صاحب تقول يا صاح، انت بالك؟ يومك، انا هذه حكمة قلتها، يومك مركبك الى الجنة ان شئت او النار، فتأمل يا صاحي واحسن فن الابحار، يا صاحي يعني يا صاحبي، والملا يعني الاشراف. البعض يسأل يقول طيب أنا عايز حالات التفخيم لكل القراء وحالات الترقيق لكل القراء، هقولك خلاصتها في يعني جملتين، وإذا حفظتهما ستعرف الموضوع، وهذا موجود أيضا في حفص وفي ورش، خلاصة ورش وموجود في المختصر المفيد، من يتواصل أعطيه نسخة هدية من الكتاب إن شاء الله. الخلاصة حالات التفخيم في هذه الجملة،
فرقة عمروا الأرض، قاموا بالفجر والعصر، الله ارتضى لهم القرآن وربك يختار. طبعا أنا مش هشرحها، هي تشرح نفسها، ومن يتابع الدورة إن شاء الله سيجد كل التفاصيل. طيب هذه حالات التفخيم. حالات الترقيق، تفضل. مولانا أعدها علينا بفضلك. نعم، أعد علي الجملة بفضلك. فرقة عمروا الأرض، قاموا بالفجر والعصر، الله ارتضى لهم القرآن وربك يختار. طبعا الراء بتاعت يختار انا اعمل عليها ضمة اشارة لايضا الراء المتطرفة المسبوقة بواو مادية مثل غفور. طيب حالات الترقيق، الريح خير لا سر، الريح خير لا سر فانتصر لحجر، هذه حالات الترقيق. الريح خير لا سر فانتصر لحجر، لا سر مش ناصر، لا لا سر، سر السر الريح البارده يعني. الريح خير بس لو سر ما تبقاش خير. الريح خير لا سر فانتصر لحجر، هذه حالات الترقيق. أما حالات التي فيها الوجهان فهي في هذه الجملة، يسري فسري أسري، يسري. نعم مولانا، يسري يسري أسري، يسري أسري، نقول نعم. إيه؟ اللهم صل على النبي والسلام. يسري فسري، احنا لا، يسري فسري الأول بالفاء، يسري فسري أسري، يسري فسري بالفاء، فاء وبعدين ألف، يسري فسري أسري مصر القطري، مصر القطري، مصر القطري، فرق نذري، فرق فرق نذري. بس هذه حالات وموجودة عندك في الكتاب، أنا أرسلت لك مختصر مفيد، وأظن معك بتاع حفص والأستاذة ضحى، لو رسلتيني ذكرتيني أيضا أبعث لك بالكتاب، ستجدين في كل هذه الأشياء ومشروحة وواضحة وكل شيء إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونلتقي على الخير إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد. حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ربك. وعليكم السلام.